دخلت وقت صلاة الظهر والعصر قبل دخول الكويت، صليت وصلت البيت جمعت الصلاة ولم أقصر، هل هذا يعتبر تقصير مني؟ كان يجب أن أصلي الظهر بالطائرة. إذا وصل يعني بعد أذان العصر، إذا وصل بعد أذان العصر خلاص يصلي الظهر والعصر جمعا، أكيد جمع تأخير وبدون قصر. أما إذا وصل قبل العصر فلا يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر إذا كان بالطائرة، يعني وصل الكويت وصل وسط البلد، لكن إذا وصل عند الحدود بالسيارة مثلا له أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير. أما إذا كان في الطائرة، لأن المطار وسط البلد، فإذا كان بالطائرة وصل قبل العصر يصلي الظهر فقط ولا يصلي الظهر والعصر، وإذا وصل بعد العصر نعم يجمع الظهر والعصر ولكن بدون قصر.